بسم الله الرحمن الرحيم. ده موقع اسمه فيلد واير، وموجود منه تطبيق برضو على الموبايل، بيتيح ان انا اتبادل معلومات مع فريق العمل، ممكن يكون كذا واحد في كذا دولة، فكلنا بنرفع الملفات وكلنا بنتبادل المعلومات. يعني خلينا نشوف مثلا بيم عربية، دي المجلة اللي خاصة بالبيم، احنا بنشتغل برضو بالبرنامج دوت فيلد واير. الواحد بيرفع الملف، ولو في اي حد عنده اي كومنت بيبدأ يكتبه بحيث الناس تطلع عليه وتشوف ايه المشاكل ونبدأ نحلها مع بعض. دي التاسكات، في اي ملحوظة معينة بنبدأ نكتبها ونبدأ نناقشها. الملفات، نقدر نفتح الملفات ونبدأ نشتغل عليها. الاشخاص اللي شغالين معانا، تقدر تحط ملحوظات، تقدر تقول له مثلا الحاجة دي مهمة قوي، يعني خليها مثلا نفتح الملف دوت، ممكن أقول له مثلا أنا عندي عايز أرسم حاجة هنا، مثلا عايز أرسم كلاود على جزء معين عشان الناس تنتبه ليها. تبدأ تحط كل المعلومات اللي أنت عايزها، وتقدر تكتب اللي أنت عايزه تكست بوكس. الموقع احنا جربناه واشتغلنا بيه في كذا مشروع، والحمد لله أثبت كفاءة وأثبت إن هو تقدر تعتمد عليه.